معكم هدير غنيم، صحفية في جريدة هير نيوز، نحدثكم من مكتبة الإسكندرية حيث قمة تكني. أهلا بكم في الحدث الأكبر والأغلى على مستوى جمهورية مصر العربية، واللي بيحضروا أكتر من 15,000 شخص وأكتر من 600 شركة ناشئة، واللي موجود في مكتبة الإسكندرية، واللي بيوصل سعر تذكرته بداية من 500 جنيه لغاية 8,000 جنيه مصري. أهلا بكم في تكني سامت في مكتبة الإسكندرية حيث حضارة الإسكندر الأكبر. في هنا زي ما انتم شايفين إكسهيبتورز، مكاتب للشركات الكبيرة في المنطقة ديت، وفي كمان هناك إكسهيبتورز ومكاتب للشركات الصغيرة. معنا حد من الحضور لقمة تكني، هتعرفنا بنفسها دلوقتي وهتقول لنا هي بتعمل ايه هنا، وهنسألها شوية أسئلة. عرفينا بنفسك. عبير أحمد، متخرجة السنة دي وأول سنة أجي أحضر مؤتمر تكني. طيب بتحضري لي لتكني ازاي بقى؟ ايه التجهيزات اللي بتعمليها؟ بتيجي هنا بتعملي ايه؟ والله بيبقى في شوية ببقى عاوزة يعني المحاضرين معينين، يعني زي الدكتور محمد خالد مهتمة جدا ان انا اعرف عن مجال الستارت اب وكده، فبحب اجي احضر له. بحب اجي اكتر ان انا اكون علاقات هنا، اتعرف على ناس جديدة، يمكن دي اكتر حاجة بقدر استفاد منها. بسمع تجاربهم قبل كده كانت عاملة ازاي، مثلا حد لو يقدر ان هو مثلا ينصحني بحاجة انا مثلا اقدر اعملها بعد كده اعمل ايه كده يعني. طب انا ازاي احضر تكني ولو هو فعلا غالي بالطريقة ديت، اللي هو 500 جنيه انا مش معايا الفلوس ديت، ازاي هحضره ببلاش؟ بكل بساطة هما بيوفروا تذاكر مجانية تماما، الفرق بس انك مش هتاخد الـ ID دوت، انت هتدخل تحضر المعارض اللي تحت بس مش هتقدر تدخل قاعة المؤتمرات، مش هتقدر تحضر السيشنز، وش السيشنز ديت انت ممكن تحضرها اونلاين عادي مفيش اي مشاكل. الدنيا بتمشي ازاي لو قدر الله وشاءت القضاء اقدار انك تاخد تذكره؟ اول حاجه بتدخل في طابور وبعدين بتوري له الموبايل بتاعك، هو لما بيشوف الموبايل بيكون فيه كيو ار كود، الكيو ار دوت هو بيعمل له سكان بالموبايل بتاعه وبعدين بيدي لك الاي دي ديت، بيكون مكتوب اسمك والشركه اللي انت تبعها وانت اللي بتسجل في التيكت بنفسك. طيب انا عايزه اتوع في ايفنت كبير قوي زي دوت، اعمل ايه؟ بكل بساطه في تنات كتيره جدا تطوعيه زي ليو زي غيره كتير، بتقول لهم ان انت الايفنتات دي بتكون او التيمات التطوعيه ديت بتكون انها بتنظم، بس بتكون تيمات للتنظيم انهم بينظموا احداث زي تكني وزي ايجيبت كارير سامت وزي غيره كتير وكتير. انت بتدخل عندهم تطوع في التيم، هما بيودوك اماكن كتيره مختلفه، ايفنتات كتيره تتطوع فيها سواء بقى على حسب مجالك، لو اتش ار سوشيال ميديا، معاك كاميرا هتصور بيها، انت بتاخد خبره وبتاخد شهاده بتطوعك دوت، فهو بيكون مفيد ليك. حاجة تانية بقى انك تحصل على التذاكر اللي هي ب 500 و600 مجانية، انك ممكن تدخل على اي شركة مثلا او اي كووركينج بليس، اي تيم، اي حاجة يعني عاملة بارتنرشيب مع تكني، بيكونوا عاملين هما مثلا تكني هتديهم تذاكر اللي هي الستاندرد اللي هي بفلوس بتكون هتديهم مجانية، فهم بيكونوا عاملين كود، الكود البرومو كود دوت انت ممكن تاخده تدخله على الموقع وانت تشتري التذكرة ويتعملك خصم، انك ممكن مثلا يقللوا من سعر التذكرة 20% 15% او يديها لك ببلاش تماما. هير نيوز، أخبارها كلها عندنا.